كان انه اولا هي بتجد قبولنا بشكل عام في الوقت الحكومي، ونعتقد انها ايجابيه للغايه وتصلح كاساس متين لوضع اتفاق اطاري يؤسس لما سيليه من اتفاقات للسلام. يعني هنالك بكل تاكيد لدينا ملاحظات على بعض القضايا والمواضيع سنناقشها بروح ايجابيه ومنفتحه في خلال الايام القادمه من اجل الوصول الى توقيع الاتفاق الاطاري باسرع فرصه ممكنه.